مرض سرطان الرئة أعراضه الكحة المزمنة، خروج بلغم مع الكحة، ومرات يكون الكحة فيها دم. وغالبا بهذا المرضى غالبا ما بعض المرضى بيكون عندهم صعوبة في التنفس وصعوبة في البلع إذا كان الورم منتشر في في في, في قريب من المريء. ودائما غالبا هذا المرضى بيكون عندهم نقص في الوزن. يشخص مرض السرطان عن طريق المناظير الجراحية، مناظير القصبة الهوائية، بحيث أنه نأخذ عينة أو نأخذ غسيل للقصبات ونحلله في مع مختبر عشان نعرف نوع المرض. النقطة الثانية بنعمل أشعة عادية على الصدر، بنعمل أشعة على الصدر بنشوف الورم وين موجود بالضبط، وبعد كده بنعمل أشعة مقطعية عشان نحدد المرض موجود وموجود وين ومنتشر وين، في الغدد الليمفاوية أو في أماكن تانية من الجسم، على أساس نقدر نحدد طريقة العلاج. يتم علاج السرطان إذا كان سرطان الرئة في المراحل الأولى، نستطيع أن نستأصل الجزء اللي فيه موجود السرطان. في هذه الحالة يمكن يكون فرصة المريض للعيش بتكون أفضل، لكن لو كان في مراحل متقدمة حنضطر نعرضه لعلاج كيماوي والإشعاع.